السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أصدقائي وأحبابي مشاهدي ومشترك ومتابعي قناة دكتورات محمد عبده على الحب دائما نلتقي بفضل تعالى. اليوم يا شباب هقدم لحضراتكم المنظر الطبيعي بشكل جديد وشكل مختلف. أتمنى إن شاء الله إن رسمة اليوم تنال إعجابكم. عايز الجميع يركز في الخطوات، طبعا ده التخطيط بالقلم الرصاص. هنتكلم في كل شيء بالتفصيل، ولكن بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة للعالمين. وكالعادة بطلب من حضراتكم وضع لايك أسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك أول مرة تزورنا في القناة، يسعدنا اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد. شباب فتيات رجال وسيدات، جميع متابعي ومتابعات القناة، ده تخطيط مبدئي بالقلم الرصاص، بنحدد بس فيه الأماكن لكل عنصر من العناصر اللي موجودة في اللوحة. اللوحة بتاعتنا مقاس 40 سنتي في 60 سنتيمتر. في فيديو على القناة بيشرح لحضرتك ازاي تصنع القنفص في المنزل، ان شاء الله اسيب لكم رابط هذا الفيديو في شاشة النهاية. طيب هنبدأ بطريقة غير مباشرة، بمعنى ايه؟ يعني مش هبدأ بالسمكة المعتاد، ولكن هبدأ بالأشجار اللي خلف المنزل. طبعا يا شباب في أكتر من طريقة تقدر تبدأ بيها اللوحة بتاع حضرتك، يعني بمعنى أصح تقدر تبدأ الرسمة بتاعتك بأكتر من طريقة. الطريقة المعتادة والسهلة على الجميع انك انت تبدأ بالسماء، ثم الأقرب فالأقرب، يعني عندنا السماء ثم يليها على طول سلسلة الجبال ثم البحيرة ثم الأشجار ثم المنزل ثم المساحة اللي أمام المنزل وعلى حرف البحيرة ثم المركب. ده ترتيب طبيعي جدا لطريقة رسم لوحة قماش بالألوان الأكريليك أو بالألوان الزيت، ده الترتيب الطبيعي. لكن أنا فضلت أبدأ بطريقة غير مباشرة علشان ندي لحضراتكم أكتر من طريقة لبداية رسم اللوحة، وإزاي بنقفل العناصر كلها مع بعضها بشكل طبيعي وأداء عالي إن شاء الله. حبيت أبدأ بالأشجار، مساحة الأشجار اللي خلف المنزل هكذا، بالمساحات الخضراء أمام المنزل باللون الأصفر بنبدأ نفرش. كل دي مجرد ألوان مبدئية طبعا زي ما حضراتكم عارفين، وبنتحرك بالفرشة كده في كل الاتجاهات. اللون الأشجار في البداية بيكون اللون الأخضر مع قليل من الأسود، وببدأ أدي ضربات بهذا الشكل بحيث إن شكل الشجرة من على الحواف بتاعتها ونهايتها تكون واخدة هذا الشكل المدبب، أو تكون أطياق شكل جسم الأشجار من بعيد. طيب بالفرشاة، الفرشاة اللي معايا مسطحة بوصة ونص، شعرها ناعم. طيب أنا بعد كده بعد ما انتهيت من مساحة الأشجار ببدأ في مساحة السماء، وبرضو ببدأ مساحة السماء بطريقة غير تقليدية. بمعنى إيه؟ إن أنا أولا أنا ببل لوحة القنفص بالمية زي ما حضراتكم شفتوا من شوية، أنا بليت لوحة القنفص بالمية عن طريق الفرشاة، وبعد كده باخد قليل جدا من اللون الأزرق وأبدأ أمشي بيه على المساحة اللي أنا بليتها بالمية. ده هيأدي معايا لإيه يا فنان؟ هيأدي معايا يا فنانين إلى إن لما أبدأ أدخل بالأبيض زي كده، الفرشة هتكون تحت إيدك سهلة جدا، وتسيحة الألوان جميلة جدا، وكأنك شغال بألوان زيتية. بص دخلة الأبيض هنا، شوف تسيحة اللون، ركز وركزي وركزوا كلكم في بعد الحركة، يعني بعد كل حركة كده ايه اللي بينتج لحضرتك. طبعا هقرب الكاميرا وهنشتغل مع بعض مساحة السماء والسحاب بشكل احترافي، وهتشوفوه واحدة واحدة. بتدخل بالفرشة كده على الأشجار اللي انت عملتها، وبعد كده هنبدأ ندخل نحدد ونظبط شكل الأشجار. ولكن تعالوا ما نضيعش الفرصة ونقرب الكاميرا ونقول ايه الاستفادة من ان انا بدأت قبل القماش مية. كونك بليت القماش مية قبل ما تدخل باللون الأزرق، هو ده اللي هيؤدي للنتيجة الجميلة اللي انت شايفها حاليا. ان شاء الله بس نقرب الكاميرا كده اهو، وتعالوا نطير ونروح ناحية السحاب.
لاحظ بقى كده الفرشة، انا غيرت الفرشة خالص اهو، جبت فرشة مبططة او مسطحة، شعرها طويل شوية، بوصة، وحركة ايدي يا جماعة دي عليها يا جماعة، ركزوا ركزوا قوي في حركة الايد. يعني انت عايز تتعلم اي عنصر بالشغل ازاي، ركز على حركة الايد، شوف الفرشة بتتقلب في كل الاتجاهات ازاي. بنزود الابيض وبنبدأ نفرشه كده في هذه التكتلات. انت صنعت تكتلات من السحابة اهو، وبكل مرة وبشكل تدريجي كده بنزود الابيض هكذا، وشغلنا السحاب في فيديوهات كتيرة جدا، وفي كل مرة بنحس ان احنا بنشغله لأول مرة. اهو شوف ازاي الضوء جاي من جهة اليمين من اعلى، ابدأ ازود الابيض كده وانا نازل، كل ما اقرب من سلسلة الجبال ايدي تكون خفيفة قوي، الابيض بتاعي يبدأ يقل سنة، فده بيديك الضوء والظل في داخل السحاب بشكل غير مباشر. يبقى اتفقنا على ان حركة الفرشة عليها دور كبير قوي، اتجاه الفرشة والضغطة، ضغطة ايدك على الفرشة، يعني في ضغطة بتبقى قوية وفي ضغطة بتبقى خفيفة، وفي حركة دورانية وفي حركات افقية وفي حركات رأسية. يعني بصوا معايا وركزوا في الكلمتين دول، عايز اقول لك في كل عنصر انت بتشغله او حضرتك بتشغل العنصر، اعرفي اتجاه الفرشة هيكون ازاي. يعني وانا في البحيرة شايفين اتجاه الفرشة خطوط كلها افقية، عكس ما كنت شغال في السحاب، السحاب شغله بيكون قريب من شغل الاشجار، يعني وانت بتدق السحاب نفس طريقة لما تكون بتدق الأشجار، ده بالنسبة للفرشة، ولكن مع اختلاف الضربات طبعا. هنا ببدأ أخذ على وش الفرشة سنة أبيض بسيط، طبعا ضفت سنة أخضر على الأزرق، أعطاني درجة كده تركواز خفيفة أسفل الجبال، وضوء خفيف دخل في المية كده، وهنا باخد من الأسود على الأصفر قليل من الأصفر، وبعمل الظل اللي هو أسفل سلسلة الجبال دي في المية. انا هنا بشطب البحيرة، بنتهي منها، شطبت السحاب انتهيت منه، لكن انا بدأت بالاشجار بشكل غير مباشر وبشكل غير تقليدي زي ما قلت لحضراتكم، وهرجع تاني اظبط حواف ونهايات الاشجار، اقفل الاشجار مع السماء بقى، وبعد كده اقفل الاشجار مع الجبال، بس بعد ما ارسم الجبال كل ضربات المية هي بتظهر واحدة واحدة. شوف حط ابيض خفيف كده قليل على وش الفرشة في المية، وابدأ اسحبه في كل الاتجاهات كده، البحيرة بتاعتنا يعتبر شبه انتهت. يعني ما اروحش على الاشجار واشغل بقى الاشجار دلوقتي، لا 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 لا، اشغل ايه؟ اشغل الجبال. بعد ما اشغل الجبال هبدأ اقفل الاشجار مع السماء، واقفل الاشجار مع الجبال. يعني ايه اقفل الاشجار؟ اقفل الاشجار اقصد ان الاشجار كده نهايات الاشجار تبدأ تقفلها مع السماء، تبدأ تدخل وتظهر ان هي في المقدمة عن السماء، وايضا تظهر في المقدمة عن الجبال، بس الاول اشغل الجبال. طبعا برضو هنقرب الكاميرا ونقول ازاي بنشغل الجبال. شوفوا يا جماعة الجبال هنا نشغلها بشغل احترافي 10/10. الوان ضعيفة، الوان بتضعف معاك سنة سنة كل ما بتبعد. ده اللون الازرق اهو، كل الالوان موجودة امام حضراتكم في البلتة، والالوان دي الوان اكريليك مصنعة في المنزل ايضا، هسيب لحضراتكم رابط هذا الفيديو ايضا، طريقة تصنيع الالوان الاكريليك في المنزل هسيبها في شاشة النهاية. بعد ما دخلت بالازرق وعليه سنة اخضر كده، هجيب البرتقالي وبخف اللون البرتقالي قوي، وشوف ده اللون ده يقابل اللون ده، وتبدأ تدمج في بعضه، كله يدمج مع بعضه كده، الأزرق مع البرتقالي، الفرشة فيها مشبعة بالأبيض مع سنة أخضر، كل الجبال. شوف أنا بشغلها بإيه؟ بفرشة واحدة أهو، نفس الفرشة دي اللي أنا كنت بشغل بها السحاب من شوية، ما غيرتش الفرشة ولا حاجة. رحت على الأسود، بحاول كده أغمق كده سنة هنا، قد سن الظل في الأسفل هنا، لكن شوف الفرشة خدت اسود على ايه؟ على البرتقالي مع الازرق، عطلك الوان، درجات الوان انت ما كنتش تتوقعها. ركز كده شوف انا رايح اجيب ايه، درجات من الازرق اهو مع الابيض، ببدأ
اوزع مناطق الظل، كل ده انا عايز ايه؟ عايز الجبل يبدو لي من بعيد كصخرة عليها كده ضبابة خفيفة، يعني الالوان بتاعتها ضعيفة جدا. شوفوا يا جماعة دلوقت ده لون تاني، درجة لون تانية خالص ما بين الازرق واللون البرتقالي والابيض. رحت واخد الجبل البعيد خالص، والبعيد خالص ده خلي بالك معرض اكتر للضوء هناك، فهنبدأ بالفرشة كده وندي لساعات ضوء. هل ده الشكل النهائي للجبال؟ تقدر حضرتك عند كده وتتوقف ويكون ده الشكل النهائي للجبال؟ طبعا شكلها جميل وتحفة، مفيش مشكلة ابدا، ولكن انا هحاول ادي تأثيرات اكتر وتفاصيل اكتر في رسم الجبال. فهقرب الكاميرا لحضراتكم حالا وهنظهر شغل الجبال بشكل احترافي اكتر. لكن شوف بفرشة واحدة ازاي قدرت اعمل سلسلة جبال جميلة بالوان ضعيفة، لان الالوان بتاعتك ليه ضعيفة؟ لان الجبال دي على مسافة بعيدة جدا، فالالوان بتاعتها بتظهر بهذا الشكل. تعالوا بقى نشتغل بشكل احترافي اكتر. طبعا كل ده انا بوزع الضوء ايه؟ الضوء جهت من جهة اليمين اهو، يعني لما باخد ابيض كده لاحظ الفرشة بتروح فين؟ جهة اليمين، تاخد من اليمين كده وتدخل للعمق سنة بسنة تدريجيا اهو. كل القمم دي بيكون عليها ايه؟ بيكون عليها ضوء قوي. طبعا انا هنا صرحت الفيديو شوية، صرحت الفيديو لان علشان نختصر في الوقت، ولكن عند اي مرحلة من المراحل دي حضراتكم لو توقفتم هتلاقوا انكم حصلتوا على سلسلة جبال جميلة. تعالوا كده بفرشة قلم رفيعة ونعمل حواف هذه التبة من الجبل او الجبل القريب جدا، عليه مجموعة من الاشجار بنجسمه بالشكل ده، واضح الشمس عليه والمساحات الخضراء اللي عليه اهو. جسمنا بسرعة كده الجبل اللي في المقدمة من جهة اليمين، وبوش الفرشة كده بنظهر الضوء والظل في هذا الجبل. وتعالوا ننتقل للجبل الاخر اللي في الخلف، بندي سنة ظل كده ونبدأ نسحبها. شوفوا يا جماعة قلتلكوا ايه؟ قلتلكوا عند اي مرحلة من هذه المراحل تقدروا تتوقفوا. طبعا هنا ضفنا سنة من البرتقالي ومزجنا الالوان البرتقالي مع الازرق بهذا الشكل. وشوف الجبل اللي ورا خالص هزود له ضوء وزود له ظل عشان يظهر معايا اكتر بالشكل الجميل ده. طبعا انا صرحت بس الفيديو هنا علشان عنصر الجبال هنا ما ياخدش معانا وقت كتير في الفيديو، ولكن كل شيء واضح. طبعا تقدروا حضراتكم تنفذوا ده بنفسكم. يعني تعالوا بقى نروح للاشجار كده، انا انتهيت من الجبال ومن السماء، فهقفل بقى بلغة الرسم والصنعة. هنقفل الاشجار مع السماء والاشجار مع الجبال. فبالفرشة اللي معايا دي فرشة هي مسطحة وحوالي بوصة الا ربع، يعني تلات ارباع البوصة، وشعرها خشن سنة من كتر الشغل بيها، فهي بتصلح لشغل الحشائش والاشجار. ببدأ اخد كده درجة الاسود اوزعها وبعد كده افتح واحدة واحدة. طبعا في المسافة دي كده اوراق الشجر مش واضحة ومش ظاهرة، لكن انا هعمل ايه بقى علشان اظهر لكم التفاصيل بتاع الاشجار اكتر ونتعلمها مع بعض بطريقة سهلة جدا. هقرب الكاميرا وتعالوا نطير كده ونروح عند الاشجار دي ونشوف هنشغلها بتفاصيل اكتر ازاي. لكن انا هنا ما زلت بوزع الظل اللي هو في الاشجار. دايما الضوء طبعا جاي عندنا الضوء من جهة اليمين، فالظل بيكون اسفل الشجرة وعلى من جهة وجهة اليسار عكس الضوء طبعا. لكن يهمنا قوي في مرحلة البداية، بداية رسم الشجر، انك انت تظبط الحواف والنهايات بتاع الشجرة. هنبدأ بقى نفتح تدريجيا. يعني ايه افتح تدريجيا؟ يعني هاخد الوان اللون الاصفر ده مع سنة ابيض وقليل من الاخضر،
الالوان اللي انت شغال بيها الالوان الزرع دي، هشغل اوراق الشجر بس بشكل تدريجي، افتح تدريجيا، لكن انا دلوقتي بقفل الظل كله، كل الظل اللي حوالين البيت اهو. رحت على الاصفر، شوف لما بخلطه بقى كده مع الدرجة الاخضر، وتعالوا نضرب ضربات بسيطة كده علشان نوزع الشمس اللي واقع على اوراق الشجر من جهة اليمين من اعلى. طبعا كده التأثيرات بعيدة قوي، لان فعلا الشجرة على مسافة كبيرة يعني بعيدة جدا، فانا اضطر هنا اقرب الكاميرا لحضراتكم عشان تشوفوا شعر الفرشة بيعمل ايه، بيرسم اوراق الشجر ازاي ويوزع ازاي. قربنا الكاميرا اهو، سافرنا كده وطرنا، طرنا ورحنا عند الاشجار، وشوف خلفية السحاب الجميلة وخلفية الجبال والشمس الواقعة على الجبال، كل اللي انت تعبت فيه واسسته انت بتحافظ عليه. ضربات خفيفة بالفرشة، وعلى فكرة كمان المفاجأة هنا ايه، هقرب لكم الكاميرا اكتر من الكادر ده علشان تشوفوا الورق الشجر بيترسم ازاي. هو احنا نعتبر شباب بنوزع الضوء من خلال اوراق الشجر دي، الحواف اهي، شوف الاصفر اللي بيجي مع الفرشة ده ليه، لان المنطقة دي منطقة شمس، او نقدر نقول ان اوراق الشجر في هذه الاطراف معرضة للشمس قوي، فبزود فيها الاصفر سن، بعض الضوء هنا ساقط على المنطقة دي في الشجرة. اقرب الكاميرا اكتر، نقرب الكاميرا اكتر، شوف بقى احنا هنا دخلنا فين، دخلنا هناك جنب الشجر، يعني قربنا على فوق عند الشجر، في عمق الاشجار نفسها. ركز بقى على شعر الفرشة، شوف الفرشة قديمة ومستوية وشعرها خشن، بس اهم حاجة هنا انت حضرتك ممكن تمسك الفرشة ما تديكش الشغل ده، ليه؟ اللي بيفرق بين وبينك الضغطة نفسها، ضغطة الفرشة وتوزيعك للضوء، وحس الحسة، حسة ايدك بالفرشة، ضربات ضعيفة جدا بسيطة قوي، يدوبك كده بس بتوزع، ويدوبك الفرشة شعر الفرشة يلمس ايه، يلمس اللوحة. بدأنا نبعد، خلاص خلصنا الاشجار، تمتعنا، شفنا ازاي بنرسم اشجار في منظر طبيعي بشكل واضح، ومفيش حاجة مدارية ومفيش حاجة صعبة، بس لازم حضراتكم تشتغلوا بنفسكم. تعالوا بقى باللون البني، ضفت عليه ايه، ضفت عليه سن البرتقالي، وهبدأ ايه، الون البيت. البيت بتاعنا دورين وفيه تفاصيل حلوة قوي هتعجبكم. الدور اللي فوق طبعا هو بينتهي بسقف المنزل، وفي بلكون، البلكونة هنا بتلف البيت، فيه بلكونة في الوجه اهي، وبتلف المنزل من الاتجاهين، ودي التندة او حرف السقف المعرض ليه، خلي بالك اللي على اليمين ده من فوق السقف المعرض لضوء الشمس، فعامل ظل اسفل منه، ودي بقى البلكونة اهي، وده السقف كله. بدأنا نخلط الالوان في بعضها، الاسود هنا ازود شوية اسود كده على البني هنا علشان السقف يفصل عن الحوائط بتاع المنزل، دي البلكونة اهي، الدوران بتاع البلكونة في الجنب الاخر، وده السقف المنزل. وخلي بالك هنقفل الاشجار مع المنزل، تعالوا نشوف بقى لما نوصل للمرحلة دي هنقفل يعني ايه في الرسم، يعني عنصر البيت وعنصر الاشجار نقفلهم مع بعض. بدرجة الاصفر الفاتح قوي، اصفر مضاف عليه ابيض، وبدأت اجيب الدور الارضي بهذا الشكل، لكن الجنب اللي على الشمال جهة اليسار ده ابدأ اغمقه، شوف انا خدت درجة لون ايه، سنة اسود بسيطة كده مع البني علشان دي منطقة ظل، وبدي تأثيرات بسيطة كده في الواجهة، اجيب فرشة قلم رفيعة واخد لون ابيض خفيف، وابدأ اشغل تأثيرات بسيطة كده اوزع من خلالها الضوء في الواجهة المنزل. ولكن تعالوا هنا
اهو زي ما قلت لحضراتكم اهو، شوف هنا الضوء بيكون شديد جدا، بنوزع على حافة المنزل في الزاوية اللي هي الفاصل بين الضوء والظل دي، بنزود فيها الضوء قوي اهو زي ما حضراتكم ملاحظين. التفاصيل البسيطة دي بتفرق معاك في اللوحة، يعني انت لما بتبتدي ترسم لوحة كل ما تهتم بالتفاصيل البسيطة دي كل ما اللوحة بتاعتك عناصرها تكتمل واللوحة تبدو بشكل رائع. اهو بزود الضوء قوي هنا، المنطقة دي كده الحرف ده او حافة المنزل من هنا معرضة للضوء قوي، فواخدة قربت على اللون الابيض، يبقى انا كده بوزع ايه، بوزع الضوء في الواجهة. طيب بعد ما ننتهي من توزيع الضوء في الواجهة، لاحظ بقى كده دي البلكونة ايه، بدأت البلكونة بارزة عن المنزل عن الواجهة، فبدأت اديها سن الضوء من خلال هي لونها ايه، لونها بني، فحطيت ابيض على البني، ضفت ابيض على البني وعملت البلكونة كده. وطبعا ده السقف من اعلى بدأت اظهره اهو، لكن خلي بالك اسفل السقف على طول من جهة اليمين كده تدي ظل قوي. ليه؟ لان الشمس ضربة من جهة اليمين في هذا السقف، فبالاسود كده شوف انا واخد اسود اهو، واسفل السقف كده وبعد ظل قوي. الظل ده واقع فين؟ على جسم المنزل نفسه من اعلى. اللون الاسود اهو بنحدد بيه الباب والشباك، وظل اسفل البلكونة ده ظل، وده شباك ايضا في الدور الارضي، ده شباك وهنا في باب. تفاصيل بسيطة ولكن مهم انك انت تشتغلها وتنقي الفرشة المناسبة للعنصر. يعني انا شغال في حاجات بسيطة، باب شباك حاجات زي كده، محتاج تدي معايا خطوط رفيعة، يبقى اجيب فرشة قلم رفيعة حوالي 5 ملي مثلا او 3-2 ملي مفيش مشكلة، كل ما الفرشة تبقى اصغر كل ما يبقى افضل. ومجموعة الحشائش اللي هي اسفل المنزل اهي، طبعا دي كلها الوان وعناصر مبدئية هيبقى عليها شغل تاني بعد كده، لكن انا ما زلت لحد الى الان بحط في التفاصيل، بحط تفاصيل للمنزل اهو بظهره. في مدخنة عندنا، دي مدخنة اهي، الضوء واقع على المدخنة منين؟ انا بدأت بالاسود جهة الشمال، جسم المدخنة من جهة الشمال، لكن من اليمين جبت الابيض اهو و بدأت أشغل المدخنة زي ما حضراتكم شايفين. بعض الإضاءة كده خفيفة في السقف من أعلى. طبعا في ناس تقول هو ليه بيتكلم في التفاصيل دي كلها، لأن الناس محتاجة ده، أنا بخاطب المبتدئين والناس اللي حابة تتعلم، فبشرح واحدة واحدة اهو علشان الأمور تبقى ظاهرة. شايفين المنطقة اللي هي أعلى السقف دي، دي هتقفلها مع الحشائش بقى. هنا بنقفل عنصر البيت مع عنصر الشجر بلون زاهي جدا، وشجر أو أوراق شجر معرضة لضوء شمس قوي خلف المنزل مباشرة وأمام المنزل، ومن جهة اليسار أهو بنوزع الحشائش، بنقفل كله مع بعضه أهو زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا بنفنش في مساحة الاشجار والمنزل، لكن لسه انا قفلت كده الاشجار مع السماء، والاشجار قفلتها مع مين؟ مع الجبال، لكن الاشجار لسه ما قفلتش مع البحيرة. خلي بالك من الحتة دي، المفروض انا في اشجار كده هتقفل مع خلف المنزل والبحيرة، هعمل ايه علشان اقفل ده بشكل واقعي؟ طبعا هنا بزود ظل بكسر الإضاءة دي كده، بزود ظل من جهة اليسار علشان بقى أقفل الأشجار مع المنزل ومع البحيرة. لاحظ كده زودت ضوء في البحيرة هناك خالص بين الجبال والأشجار، وهنا المساحة القريبة من البحيرة أو من النهر عليها مجموعة من الحشائش، بنأسسها بهذا الشكل بدرجة الزيتي الغامق، ودي المساحة اللي هي يعتبر اليابس
الأمام المنزل بتودي أو بتأدي إلى البحيرة. جبت الفرشة المروحة وببدأ أعمل شجيرات صغيرة كده حشائش بهذا الشكل زي ما حضراتكم شايفين بوش الفرشة باللون زيتي يعني لون اسود واخضر لكن الاسود اكتر. بنقفل بهذا الشكل هذه الحشائش ودي مرحلة من ضمن المراحل يعني هيبقى عليها شغل تاني مش هتفضل بالشكل ده لكن شوف تقدر لو حضرتك وحضرتك ايضا تقدروا لو عايزين تسيبوها على كده الحشائش دي بالشكل الجميل ده بالدرجة اللون الزيتي ده روعة وتحفة ولكن انا فضلت ان انا اضيف ليها لمسة كده يا رب تعجبكم. تعالوا بس كده نكمل شايفين بتجيبوا الحشائش الصغيرة والرفيعة ازاي الناس اللي كانت بتحتار وتقول هو بيرسموا دي ازاي الحشائش دي بالفرشة المروحة بوشها وتعالوا كده قلت لكم هضيف لها لمسة حلوة اهي بعد ما عملت كأن دي كلها سيقان للحشائش اللي واقفة ابدأ احط لها الزهرة بتاعتها بالشكل ده بالاصفر كده الكناري بوش الفرشة شوف بوزع اهو دي الزهرة اللي هي بتاعت الحشائش زي الورود نوع من النباتات على البحيرة اهو وايضا ممكن تضيف الابيض زود ابيض علشان يبقى فيه ضوء وظل يعني الفتح والغامق يعني هنا زودت ابيض اهو شوف عشان يبقى فيه تباين كده هكذا اوشكت اللوحة على الانتهاء. هنختتم اللوحة بتاعتنا بقارب جميل على حافة النهر او البحيرة. لو حضرتك وصلت معايا للمرحلة دي وحضرتك ايضا وصلت معايا للمرحلة دي ما تبخلوش علينا بلايك اسفل الفيديو اللي عمل لنا كي نستمر واشتراك في القناة. لو اول مرة زورونا في القناة يسعدنا اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك زر الجرس حتى يصل كل جديد. ما تنسوش شاشة النهاية هذه طبعا هديتي اليكم اتمنى ان تنال اعجابكم. ما تنسوش شاشة النهاية اسيب لكم فيها فيديوهين مهمين جدا. الفيديو الاول طريقة تجهيز القنفص في المنزل، الفيديو الثاني طريقة تجهيز الالوان الاكريليك. اتمنى يا رب اللوحة تكون عجبكم وتقدروا تنفذوها بنفسكم. اشوفكم على خير فيديو جديد. اخوكم محمد عبده والسلام عليكم ورحمة الله.